بالنسبة لكم كهيئة عليا مستقلة للانتخابات، وانت سيادتك تمثلها في الـ في الـ في في, في المونستير، اعتماد القانون هذايا هل له تبعات على استعداداتكم لإنجاح الانتخابات في محطتيها التشريعية والرئاسية؟ بطبيعة مدام المشكلة معناها في القانون، مش في المحتوى متاع القانون اللي جاي، الحاجات الجديدة اللي جاي بها، المشكلة في الوقت معناها. خاطر فما حاجات، مثال المراقبة الأفعال والأقوال اللي يقولوها المترشحين واللي تجي ضد المرسوم المتعلق بالأحزاب. هو كان تسمح سي بسام باش ما نخوضوش في تفاصيل ربما المستمع ما عندوش درايه بها، هات نحوصلوا بايجاز اهم النقاط الجديده اللي وردت في التنقيحات في القانون الانتخابي اللي ربما تطرح شويه اشكاليه. تفضل. هما فما زوز نقاط معناها رئيسيين. فما العتبه، القانون الجديد، مشروع القانون الجديد أقر عتبة 3%، العتبة اللي هي نسبة الدنيا اللي تسمح للقائمة يعطيك صحة باش تاخذ مقعد في المجلس. والحاجة الجديدة هي فما أضاف وثائق جديدة يلزم المترشح يجيبها، كما البيتروا في التشريعية، وكما التصريح بالمكاسب في الرئاسي، ما يفيد بالتصريح بالمكاسب. كيف عطي القانون الجديد، المشروع القانون الجديد عطي سلطة ترتيبية لليزي باش معناها أعطاها سلطة ترتيبية في صورة ثبت عندها أنه المترشح استفاد من شهر سياسي، نجم ترفض الترشح لمدة 12 شهر ما قبل الانتخابات. مدة مهمة في المدة 12 شهر مقابل الانتخابات. وإلا قام بأعمال تتنافى مع قانون الأحزاب، الخطاب العنيف وخطاب التفرقة وما إلى ذلك. أعطاها زادة سلطة تقديرية للهاية في زوز حاجات، في رفض الترشحات وفي إلغاء النتائج بخصوص معناها التصريحات ضد النظام الجمهوري والتباغض، فهمت؟ هذا هم. وكذلك الاستفادة من مال أجنبي. أي. وهذا هو اللي يطرح السؤال لهنا سي بسام، شنية آلياتكم أنتم كهيئة حتى تثبتوا هذا، حتى تتأكدوا من كل مترشح قام بهذه التجاوزات أم لا، على اعتبار أنه التجاوزات متفرعوا فيها برشا اختصاصات، يدخل فيها حتى التمويل اللي هو احنا نعرفوه عادة يرجع لدائرة المحاسبات، فيه هل قام بإشهار سياسي أم لا في وسائل الإعلام، هذا نعرفه في دور كبير للأيكا في وقت من الأوقات. يعني بالنسبة لكم أنتم شنية الإليشي الإمكانيات كما قلت لك المشكلة أنه في التوقيت، معناها التوقيت ما عطناش الوقت الكافي للهيئة باش تنجم تحضر روحها. تصوري إذا كان جي التشريع هذا جي قبل بعام، راهو فما توتا معناها ديريكسيون لا هي بالحاجات هذه، لا هي بالتصريحات نتاع السياسيين ولا المعنيين بالترشح، لا هي بالتمويل الأحزاب، تمويل معناها الجمعيات اللي تنجم معناها عندها غاية باش تترشح. فهمني؟ لكن طول القانون موجود وقد يمضى في أي وقت ويدخل حيز التنفيذ. بدأت ليزي عملت بلان بي، فما معناها خدمنا ديجا، فما دليل ترشح معناها تم نشره على الموقع الإلكتروني ليزي بالقانون الوقتي، وفما إلي اون سيمان عملت ليزي لقاء مع الأحزاب السياسية شرحت فيها شروط الترشح والإجراءات. نعم، هو قبل سي بسام كان تسمح قبل ما ندخل في دليل الترشح، في دلائل الترشح ككل، خاطر يظهر لي هي عندها استتباعات انه باش تعاودوا تعملوا تكوين الاعضاء في الهيئات الفرعيه وما الى ذلك، قبل ما ندخل الاجراء هذا اللي هو عبء اخر ينضاف لمهام الهيئه، انما ماذا بيا نسمع راي سي سيف بن عبد الله عن شبكه مراقبون. التنقيحات الوارده في القانون، و كما كنت تسمع في أستاذ القانون الدستوري وفي رئيس الإدارة الفرعية للانتخابات، عندها استتباعات تنجم تمثل عبء في إنجاح العملية الانتخابية.
شنو رايكم؟ كيفاش قريتوها؟ دوركم كمجتمع مدني باش تساندوا ربما هيئه الانتخابات حتى تنجح في نجم نقول هذا التحدي اذا تم الامضاء طبعا على القانون. بالطبيعه نحن هنا بالطبيعه نحب نشوف السير الانتخابي ديما ماليزي وكل شيء، مي نحسوا القانون هذايا نورمالمون كانوا من قبل معناها خاطر تحس بالحق توا برشا برشا اطراف سياسيه معناها كيما نقولوا باش تسكر عليه. سوا ديزون كنا نحكيو وشكون، اما بالحق معناها تحس وقت نشر توا انت نقول شهر سياسي وكذا والفتل البتروا وكذا، مع انه ربما راهو من قبل ما تعلم عليها ولا كانوا من قبل يعملوا يعني حتى لجنه يعني هي كانت لاهيه بالحكايه هذوما من قبل باش هما تنقص من الشيء اللي صار توا معناها فهمت. هو وقت اللي قدمت الحكومه مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي وخرج المضامين يعني المجتمع المدني تناولها هذه التنقيحات واعطى رايه اللي هو في معناها تنوع بين الرافض وبين ربما اللي قال مش وقته حتى انتم كمراقبون وكمجتمع مدني شنو تقترحوا يعني كيف تفاعلتم مع هذا المقترح؟ كيفاش قيتوه؟ كيفاش تفاعلتوا معاه؟ كيفاش تصنفوه كمقترح للتنقيح؟ هو كمقترح احنا واحد الناس نقول نشوفوه كقانون معناها يمشي يقصي برشا عباد سي بور سا معناها كانوا من قبل معناها خاطر بالحق معناها باش يقصي برشا ناس من الاطراف السياسيه ولا الله اعلم. فهمت كي مدام عندي ملاحظه كان تسمع تفضل. هو عندها الهيئه اليه مهمه برشا تنجم تحد من معناها شساعه المفاهيم الموجوده في القانون، هي السلطه الترتيبيه اللي اعطاها لها الدستور في الفقره الثانيه من الفصل 126 اعطى للهيئه سلطه ترتيبيه في تفسير القانون. معناها الهيئه عندها الحق تخرج قرارات تفسر فيهم معناها مثال لي نوسيون فاغ حاجات ماهيش واضحه في القانون تفسرهم بالضبط فهمتني. هنا تنجم معناها تحدد بالضبط المقصد نتاع القانون ومشي مشي به. مثلا انا كي نقول لك 12 شهر لم يستفد او شط كل مترشح استفاد من اشهار سياسي خلال 12 شهر، هذه فيها تفسير دقيق باش يحدد مثال كي نقولوا المبادئ الدستور كي نقول مثال اذا كان واحد مترشح اثبت انه صرح تصريحات تمجد مثال النظام الدكتاتوري ولا كيفاش بالضبط خاطر فاك برشا تحسوا مثال كيما هكا فهمتني شنو هو اللي يندرج تحت مسمى تمجيد يعطيك صح. هذا هو معناها اعطاها الدستور الحق في سلطه ترتيبيه باش على الاقل تضبط شويه المفاهيم الواسعه في القانون. وهذا يسهل شويه على المترشحين وعلى الهيئه. حكينا قبيل على دليل الترشحات وانا معناها ما خليتكش تواصل، حبيت نرجع له باكثر دليل. الترشح هذا اللي فيه اجراءات يتم من خلالها قبول او رفض مترشح في قائمه من القوائم للانتخابات التشريعيه، هذا الدليل اللي حكيت عليه وفقا للقانون الجديد اذا تم اعتماده باش يتغير. باش يتغير نسبه التغيير باش تطرا عليه، وشنو هي استطباعات هذا التغيير في محتوى الدليل؟ يعني اليوم تغيروا يعني عندكم انتم نسخ على الدليل القديم، تو باش تعاودوا تنسخوا جديد يعني دليل جديد بالتنقيحات الجديده بالطبيعه وتعاودوا تكونوا اعضاء الهيئات الفرعيه. بون هم مازالوا ما تكونوش خاطر عندهم اربع ايام من 12 قائمة المترشحين من الهيئات للهيئات على الموقع الالكتروني للهيئة. اي مش نتصور ما عادش يبطلوا برشا باش معناها يركزوا الهيئات الفرعية. اي وفما ما فما مبرمجين في الهيئة المركزية نهار 18 و19 جويلية دورة تكوينية للهيئات الفرعية. نعم دونك مش وقتها مش يصير التكوين تاعها. يعني اللي نجموا نستشفوه من اللي حكيناه الكل انه فما مسائل صعيبه ولكن ليست مستحيله. يعطيك الصحه. هذا تاخذ وقت ما عندهاش تاثير على المواعيد الانتخابيه،
ما نجمش تكون سبب في انه يتاجل او يقدم او يوخر. مش تصعب شويه من ماموريه الهيئه انها مش تلقى روحها في موضع انك مش تحكم في حاجه ما عندكش لي مويان سوفيزون باش تعطي قرار معناها بازي معناها قرار واضح. زميلي خليفه القاسمي الاعلامي على جهه القيروان يظهر لي عندك تساؤل تفضل. بالفعل انا حبيت نساله على دليل الترشحات اللي صدر سابقا يعني وتم استدعاء الاحزاب السياسيه وفهمتهم في دليل الترشحات القديم جديد يعني في صوره ما يعني امضى رئيس الجمهوريه عن القانون الجديد وقتاش يعني تتكونوا انتم عندكم 27 دائره انتخابيه كيفاش يعني تتكونون كل على مستوى كل جهه وحدها عندكم موارد بشريه يعني كافيه بالمختصين باش يفهموا القانون ولا يعني جيست يعني تعملوا دوره تكوينيه يعني بامور يعني ماهيش باللغه يعني اللي نفهمها نحن تكوين. والسؤال الثاني يعني القانون مشروع القانون هذا بتاع التنقيح الانتخابيات عندكم يعني موارد بشريه كافيه يعني باش عندكم يعني باز دو دوني للاشخاص اللي مجدوا يعني النظام السابق وما احترمش مبادئ الدستور يعني شنو هي المقاييس المعينه يعني اي شخص يعني تنجموا تستدعوه هذا تلغوا له مطلب الترشح نتاعو لا لشيء يعني في 10 شهور التالي مثلا مجد يعني في فضاء خاص في فضاء عام يعني كيفاش التقييم مش يتم يعني فيه. بالنسبه للسؤال الاول قلت لي اللقاء اللي صار ما بين الهيئه بالاحزاب السياسيه نورمالمون مش يتعاون بمقتضيات دليل الاجراءات الجديد اللي قلت لك بالنسبه لل وقتاش يتعاود انت عندك 18 فورماسيون تاع التكوين وفتح باب الترشحات 22 يعني في نهار 20 وقتاش تكون لا استنى الساعه القانون يصدر في الرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه والقانون النافذ وقتها تتحدد الهيئه المعايير اللي على ضوءها باش تقبل يعني انتم نهار 22 جويليا قبول القائمات بعد باش يتم درسها وفقا للقانون اذا كان تمت المصادقه عليه هذا اللي القانون اذا كان باش يتم امضاء يلزم معناها يلزم يصدر قبل 22 جويليا اذا كان من هنا ل 22 جويليا ما صدرش بالرائد الرسمي بالنسبه لكم باش يتم اعتماد القانون الحالي يعطيك الصحه اي واذا كان في الاثناء بعد اعتماد القانون الحالي وبديتوا تقبلوا في المترشحين وصارت الانتخابات وصاروا فايزين وتم اعتماد القانون الجديد هل له يعني مفعول رجعي هل يمكن اعتماد القانون بالمفعول الرجعي انه قائمه تنجح وبعد تطبقوا عليها القانون كله الهلالي انك عندك خروقات وفقا للقانون الجديد هو لا لوجيك معنا حسب رايي الشخصي يعني معنا انك في مسار انتخابي لازم معناها تطبق قانون واحد ما تجيش في وسط المسار الانتخابي وتحاول تطبق قانون اخر فهمت معناها الناس كل لازم تطبق قانون واحد يعني ما بدلوش قانون اللعبه بعد ما تخرج نتائج يا حمدي معناها ما نجيوش من الاول ما نطبقوش القانون الجديد ومن بعد في وسط المسار الانتخابي نطبقوا قانون جديد اذا كان مش نطبقوا نطبقوا من الاول اذا كان ما طبقش هذه وجهه نظر ولا هذه حاجه لا هذه وجهه نظر نتاعي يعني انتم مازال ما عندكمش المعطيات الواضحه في السياق هذا في نفس النقطة هذه سي بسام لو تسمح جوستومون كان صدر القانون قبل 22 عندكم انتم باش نجموا تثبتوا عندكم الوقت الكافي باش نجموا تكملوا العملية وتقبلوا التثبت من الترشحات إلى آخره عندكم ريالمون هو هاني قلت لكم ماهيش سهلة هي الحكاية الصعيبة معناها أما ماهيش مستحيلة فهمت التكوين ما تخلش شوية بالبرفورمانس تاع الأداء الهيئة اللي نعرفوه تنجم تنجم تأثر تنجم تأثر أما ما يكونش ما هيش مش تخل بال بالفورمانس نتاع لي زيد معناتها نقولوا بالشفافيه نتاع العمليه الانتخابيه هاو بحذين المجتمع المدني احنا نشوفوا مراقبون كيفاش تراو هل تنجموا تعتمدوا على هالصعوبات في تنفيذ القانون بحد ذاته حتى تشكوا في نزاهه الانتخابات هذاك علاش انا حبيت نسال معناها كما قلت توا مازال 22 جويليا قداش مازال 10 ايام 11 يوم اسكو اللي زي من بعد معناها اسكو عندها الوقت باش تلهي بالحكايه هذه باش تلهي بالحملات التحسيسيه باش تلهي باللي فورماسيون تاع البيرو نتاعها معناها اسكو والوقت قصير برشا معناها من وقت باش تلهي معناها بالحق الوقت شويه على الاخر
وتحس معناها في برشا مسؤوليه كبيره عليكم معناها اسكو باش تلقاو الوقت هذا الكل بالحق جوستوم انا من الاول قلت لك راهو المشكله ماهيش في محتوى القانون المشكله في الوقت الوقت تصورت اذا كان جاي القانون صدر قبل بعام راهو فما ديريكسيون معناها ديدي للشيء هذا تخدم عندها عام وعندها بس اما اذا كان صدر القانون في مشروع القانون في الرائد الرسمي ولا قانون نافذ في الجمهوريه الهيئه ملزمه بتنفيذها. اذا يظهر لي الامور متشعبه وما زالت مش واضحه لانه الى حد الان نحكيو في فرضيات. هو اعتماد القانون من عدمه بطبيعه ما زال عندنا برشا ما نحكيو في خصوص استعدادات الهيئه لانجاح المحطات الانتخابية المقبلة عليها تونس التشريعية والرئاسية لاستعدادات اللوجستية تحسيس التثقيف التوعية نعرف هذا جانب مهم وهذا جانب دائم ربما القوانين تتغير ولكن تحسيس المواطن بضرورة المشاركة في الانتخابات نجحتوا نقولوا نسبيا فيكم خليتوا الناس تشارك أكثر ربما وتسجل في السجل الانتخابي لكن هل إنه الأرقام اللي تم ربما تسجيلها في السجل الانتخابي هالارتفاع هذايا في الناس اللي أقبلت على التسجيل في الانتخابات هو يعكس بالضرورة نسب الإقبال فيما بعد على الانتخابات هذا سؤال مطروح وهذا يظهر لي نجم نقوله هدف يقع على كاهل الهيئة نحكيه فيه بعد قليلاً.